أخوك محمد خليل الجبوري مؤتمرا صحفيا في مبنى المحافظة بحضور مديري مركزي شرطة العروبة والمقداد. وتطرق اللواء جمال خلال المؤتمر الصحفي إلى التفجيرات الإرهابية الأخيرة الجبانة التي طالت الأبرياء في المحافظة، مشددا على أن التفجيرات الإرهابية شملت جميع أبناء كركوك بمختلف مكوناتهم دون تمييز، مشيرا إلى أن هناك أياد خفية خلف هذه التفجيرات تسعى من خلالها إلى تمزيق النسيج الاجتماعي للمحافظة وخلق الفتنة. بدوره أكد عضو مجلس محافظة كركوك محمد خليل الجبوري على أن تلك التفجيرات ما هي إلا محاولة يائسة لضرب الأخوة والتعايش السلمي في كركوك. طبعا بعدما ان خرجنا من اجتماع اللجنه الامنيه مع السيد المحافظ رئيس اللجنه الامنيه والاخوان في مجلس المحافظه، طبعا على الحوادث اللي صارت خلال هالايام القليله السابقه، عده حوادث صارت في مناطق، في منطقه العروبه، في حي النصر، وكذلك في منطقه المقداد. فاحنا الاجراءات اللي احنا نقوم بها ونتخذها، اولا راح يتم تشكيل فريق عمل لغرض الوصول الى نتائج التحقيق والوصول الى الجنات مهما كانوا، وبعدين سوف يتم تعزيز القوة في تلك المناطق، اضافة دوريات اضافية. ومن المعلوم للجميع بانه الشهداء او المقتولين ليسوا كانوا من قومية واحدة، بينما كانوا ايضا بالاكراد، ولكن الاكثرية من اخواننا العرب. فهاي الاجراءات اللي احنا نتخذها سوف تكون في كل المحافظة، وبالاخص في المناطق اللي صارت بها هذه الجرائم. وكشرطة وكذلك مع الاجهزة الامنية الاخرى سوف نقوم بتلك الاجراءات، ولكن المطلوب ايضا من اخواننا المواطنين ان يكون لديهم حس امني عالي في سبيل اعطاء المعلومات. من يصير هيك حوادث فيجب ان يكون هناك خبر من قبل الاهالي المواطنين اللي شايفين بانه ينطون المعلومات بالوصول الى الجنات، لانه هذا المسلسل ما ينقطع اذا ما يكون التعاون من المواطن، لانه مهما كان قوه الشرطه ما ممكن بانه تغطي كل المحافظه والمواطنين في كل الاماكن. اللي شافوا او عندهم اي معلومه احنا نكون ممنونين جدا في حاله ايصال تلك المعلومه. نحن ايضا ننبه المواطنين انه ما يحدث الان في كركوك هو من اجل خلق فتنه بين المكونات. الكل يعلم كركوك افضل المحافظات الباقيه بالنسبه للامن. لولا حدوث الانفجارات الاخيره والاغتيالات الذي حدثت خلال هذا الاسبوع واستهدفت اكثر شيء من المكون العربي، نعم كان هناك فيهم من الاخوه الكرد ومن الاخوه التركمان، لكن الاكثريه هم من العرب. ولحد اليوم الاستهداف مستمر لاستهداف المكون العربي في هذه المناطق اللي ذكرها السيد اللواء. لكن نحن نقول للمواطنين ايضا، كافه المواطنين في كركوك، ان يكون لديهم الحس الامني الحقيقي، وان يراعوا هذا الموضوع ويبلغوا عن اي حاله يرونها، وان لا يتحفظوا عن شيء يفيد التحقيق في هذه المواضيع. لأننا نريد أن نكشف عن الجنات الذين يرتكبون هذه الجرائم، وأن لا تكون الاتهامات جزافا لأي جهة كانت. بحث قباط طلبان نائب رئيس حكومة إقليم كردستان في مدينة أربيل مع وفد بريطاني رفيع المستوى